ربنا خلقني بحب الرسم حتى وانا صغير قبل المدرسة، كل ما ارسم رسمة اخبيها لغاية ما جمعت اكثر من 300 لوحة. لما خلصت المدرسة رحت على مصر، تعلمت الرسم في كلية الفنون الجميلة في القاهرة، ومعهد ليوناردو دافنشي في القاهرة في الليل، الكلية في النهار والمعهد في الليل. وقضيت 5 سنين في مصر ورسمت كتير في مصر عن مصر. بعدين جيت على خان يونس، فتحت استوديو الفنون فترة 7 سنين، سافرت على الكويت وبرضه فتحت استوديو الفنون في الكويت رسم وتصوير. بعد فترة من يعني كذا سنة، يمكن 5 6 7 سنين، صرت أروح أصور حفلات وأصور الكرة، كرة القدم وغيره، ومجلة المعلم اللي كانت جمعية المعلمين الكويتية، فكنت مصور لها حوالي 20 سنة، ومجلة آفاق اللي هي للجامعة الكويت، وبعدين شركات يوسف الغانم وأولاده وشركات تانية كتير وحفلات. حوالي 24 سنة وأنا في الكويت بالطريقة هذه انتقلت على أمريكا. الحين أنا جمعت يعني رسمت في تاريخ حياتي حوالي 450 لوحة، لأن كل يوم كنت أرسم، يعني على بس يمكن 50 سنة وأنا برسم وبخزنهم للمستقبل، على أساس في يوم من الأيام أجيبهم وأعملهم معرض دائم في خان يونس للناس يشوفوا تراثهم القديم. دخلت قبل شهر أو شهر وعشرة أيام، والله ما أعرف بالضبط، بس يعني حوالي شهر جيت وعملت المكان الدائم للرسومات، خلصت منه قبل كم من يوم، ويجي الناس برضو إشي صور وإشي عمل مقابلات، والمهم إنه الكل مبسوط والحمد لله. وهي دائم حيظل طول العمر إن شاء الله، أو بعد العمر يعني دائم، هو لأهل البلد حيظل هنا. طبعا الحين مبسوط، الحين أنا مبسوط إني عملت الهدف اللي كان في مخي، إني أعمل تاريخ لنا، تاريخ ماضينا، والحمد لله كل شيء مشي كويس.